السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في إذاعة مخ على تطبيق سبون واليوتيوب. يا أحبابي وأعزائي، نتكلم الآن ببساطة عن مستقبل اللغة الإنجليزية في أقل من 3 دقائق. اللغة الإنجليزية تاريخها غريب وعسر وملخبط ومحيوس، ولكن بالأساس هو جدا بسيط. هو من قبيلتين جرمانيتين، القبيلة الأولى اسمها أنجلو والقبيلة الثانية اسمها ساكسون، مع بعض هم الإنجليز. شنو اللي خلى هالقبيلتين يتحدون؟ شالوهم الرومان، قطوهم جزيرة بريطانيا في أكثر من 1300 سنة. ليه الرومان شالوا هالقبيلتين وودوهم جزيرة بريطانيا؟ ما أنا أسميه الآن لغاية الفهم، بنية الفهم، لا تتشبث بالكلمة جزيرة بريطانيا، أنا أسميها جزيرة بريطانيا عشان المستمع يستوعب كلامي بسلاسة. الحين بريطانيا بكبرها ملتحمة بالأراضي الأوروبية، لا، بين أوروبا وبريطانيا بحر. بريطانيا جزء من أوروبا، نعم، ولكن هي بينها وبين الأراضي البريطانية بحر عظيم. الرومان، الإمبراطورية الرومانية مستحوذة على أوروبا، ليس كل شبر في أوروبا إنما مستحوذة عليها، هي الحضارة، هي القوة، هي الإمبراطورية. فأرادت أن تغزو تلك الجزيرة وتقاتل سكان الأصليين، فخذوا القبيلتين الجرمانيتين وقالوا لهم روحوا هناك ودبوهم وإحنا بنساعدكم، وبالفعل حصل ذلك. اللغات الجرمانية الألمانية هي ليست من أساس لاتيني. الجذر اللاتيني أو جذع شجرة اللغات اللاتينية، لو تتخيل معي أن اللاتينية شجرة أفرعها لا تحوي الألمانية، فبالتالي الألمانية غير. اللي حصل أن هم الحين قبائل جرمانية واختلطوا باللاتين اللي يتكلمون اللغة اللاتينية اللي هم الرومان، فبالتالي اللغة الإنجليزية هي لغة مزيج من الجرمانية واللاتينية، هي جرمانية الكلمات ولاتينية القواعد. فهي كأنك ماسك انت لغة ولغة ثانية وقايل لهاللغتين اتحدوا مع بعض، لا قواعدكم مضبوطة ولا كلماتكم مضبوطة. فاللغة الإنجليزية هي هشة ومستقبلها التدمير الذاتي مثل ما تحطمت كلمات كثيرة فيها. والسلام عليكم.